النهارده في مجلس النواب كان في مواجهه قويه، مواجهه حاده ما بين اعضاء المجلس والدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه. حده المواجهه وصلت لدرجه انه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب طالب الاعضاء بالهدوء وبانهم يطرحوا ارائهم بموضوعيه من غير انفعال من غير اي حماسه زايده، لكن الحقيقه ان الانفعال كان سيد الموقف. شفنا كثير من كلمات النواب كان فيها انفعال، بعضهم طالب بإقالة أو استقالة وزير التموين، كان في مجموعة كبيرة من الاتهامات لوزير التموين ضمن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية عن أداء وزارة التموين. في نواب اتهموا وزارة التموين بأنها سلمت الشعب للتجار الجشعين وأنها شجعت على احتكار السلع وفشلت في ضبط الأسعار في الأسواق، وفي نواب اتهموا الوزير بأن وزارته بتدار بشكل عشوائي وأنه فيها فساد. الحقيقة كان في وابل من الاتهامات لوزير التموين سواء عن مسؤوليته عن الغلاء أو بتقصيره في ضبط الأسواق أو في وجود أزمات في بعض السلع زي الرز مثلا نتيجة قرارات الوزير. في نواب اتكلموا عن تدهور رغيف العيش من حيث الجودة والحجم والشكل واعتبروا أنه ده نتيجة لتقصير وزارة التموين اللي في يعني تحت مسؤوليتها المخابز. ده الكلام اللي قاله بعض النواب ضمن جلسة كان بيمارس فيها أو بيمارس فيها المجلس دوره الرقابي على وزارة التموين من خلال سيل من طلبات الإحاطة وسيل من الأسئلة البرلمانية اللي واجهها الدكتور علي المصلحي في جلسة برلمانية عاصفة. طيب معانا على تليفون النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة، وبداية جلسة عاصفة النهاردة كانت موجودة في مجلس النواب، البرلمانيين أو أعضاء مجلس النواب في مواجهة وزير التموين، ماذا حدث تحديدا وما هي أهم النقاط التي توصلتم إليها؟ مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني النهاردة كانت جلسة ساخنة وجلسة عاصفة كما تحدثت حضرتك. كان في 151 أداة رقابية استخدمت النهاردة في مواجهة دكتور علي مصلحي وزير التموين. كان في لا خليني بس أتوقف، 151 أداة رقابية عملتم إيه؟ 151 كانوا ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة للسيد وزير التموين. كان عبارة عن إيه؟ كان في 79 طلب احاطه وسؤال وطلبات مناقشه عامه عن سبل الرقابه على الاسواق لمواجهه الاحتكار وارتفاع الاسعار، نقص بعض مواد السلع، خطه الدوله وخطه الوزاره للحفاظ على المخزون الاستراتيجي. وكان في 37 طلب احاطه وسؤال ومناقشه عامه عن اعمال تنقيط بطاقات التموين وعن تصويب منظومه الدعم والخبز. وكان في 17 يعني طلب احاطه وسؤال عن انشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن والرقابه على جوده رغيف الخبز. وكان في 7 طلبات احاطه واسئله ومناقشه عامه عن اجراءات واسعار توريد المحاصيل الزراعيه. كان في طلبات احاطه عن انشاء وتشغيل منافذ وزاره التموين الاستهلاكيه. كان في طلبات احاطه في موضوعات مختلفه. الجلسه امتدت لعدة ساعات، وكل نائب من السادة الزملاء النواب عرض طلب الأحاطة أو طلب المناقشة أو السؤال الخاص به. كانت إجابات وزير التموين إيه؟ يعني أهم الإجابات على هذه الأسئلة، لأنه حضراتكم عملتم طلبات الإحاطة والأسئلة اللي حضرتك قلت جزء منها كلها تتعلق بأنه وزارة التموين سلمت الشعب للتجار الجشعين وأنها شجعت على احتكار السلع فشلت في ضبط الأسواق وان وزاره التموين بتدار بشكل عشوائي وان فيها فساد، يعني كان في اتهامات كثيره لوزاره التموين، الوزير رد على الاتهامات دي وقال ايه؟ هو مبدئيا يا استاذه انجي، يعني انا هتحدث عن طلب الاحاطه مثلا، الكلام اللي انا شخصيا اتكلمت فيه فضل. تحدثت عن دور الوزاره ودور الحكومه ايه؟ هل هي الحكومه والوزاره موجوده بقوه على ارض الواقع لمواجهه الانفلات اللي موجود في الاسعار ولا مش موجود؟ هل هي لديها رؤيه ولديها خطه لمواجهه يعني جشع بعض التجار والانفلات اللي حاصل؟ وتحدثت عن ان الدور الاساسي لوزاره التموين يتلخص في شقين: توفير السلع
الغذائية للمواطنين وبما يتناسب مع دخول المواطنين. هل ده موجود على أرض الواقع ولا مش موجود؟ للأسف إن وزارة التموين يعني دائما ما تتحدث إن الانفلات الأسعار يرجع إلى التداعيات، الحرب الروسية الأوكرانية، موجة الغلاء العالمي. ده بيأثر في جزء طبعا من الأجزاء على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس، ولكن مش ممكن ان كل السلع سواء السلع المستورده من الخارج او السلع المنتجه محليا ان الارتفاع في كل الاسعار اللي متوفره يعني مش ممكن ان كل الارتفاع في كل الاسعار ومش ممكن ان يكون بالشكل ده. طيب الاسعار التضخم، معدلات التضخم ارتفعت في 21 من 5% ل 22 ل 11%. الاسعار زادت بنسب ما تتراوح ما بين 35% الى ما وصلت للضعف 200% تقريبا. هل مستوى الاجور وصل لهذا الحد؟ الموظفين زادوا من 10 ل 15%، وغير الموظفين ما فيش زياده في الاجور. طلبنا وزاره التموين ان هي يعني تهتم اكثر من خلال اجهزتها، الرقابه التموينيه، حمايه المستهلك، مباحث التموين، ان هي تضبط الاسواق. انا طلبت ان وزاره التموين تقوم بدور الشراء المباشر من المستورد من الخارج او من المنتج المحلي ويضخ السلع للمواطنين بشكل مباشر، يعني يوفر الارباح في الحلقات الوسيطه من تاجر الجمله ونصف الجمله. دكتور علي مصلحي طبعا رد على كل طلبات الاسئله الاحاطه والاسئله. كانت الردود مقنعه ومرضيه بالنسبه لحضراتكم؟ يعني تحدث ان الحرب الروسيه الاوكرانيه لها تاثير كبير، ان ارتفاع سعر الدولار له تاثير كبير، ان يعني الرقابه موجوده ولكن يعني بالتعاون مش وزاره التموين بس، في هيئه سلامه الغذاء، في الاجهزه المختلفه، يعني ان في خطه موضوعه من الحكومه تمام لضبط الاسواق. هعيد السؤال تاني، حضرتك قلت لي هو رد قال ايه، بس انا سؤالي هل الردود بتاعته كانت مرضيه ومقنعه بالنسبه لمن يتحدث باسم كانت الشعب باعضاء مجلس النواب؟ الردود كانت مرضيه ومقنعه في بعض النقاط وكانت غير مرضيه وغير مقنعه في نقاط اخرى، وده الطبيعي لان مش ممكن ان وجهه النظر هتتفق بنسبه 100%. نواب الشعب يتحدثون وينقلون صوت الشعب، الحكومه لديها وجهه نظر. الهدف في النهايه ما بين مجلس النواب وبين الحكومه هو خدمه المواطن وصالح الوطن والحفاظ على يعني مصلحة المواطن، ده الهدف المشترك والهدف الأسمى، ولكن الأساليب تختلف والطرق تختلف ووجهات النظر تختلف، لكن في النهاية الهدف واحد. أشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.